النهاردة أحمد حسن كوكا لاعب فريق كونيا سبور التركي قاد فريقه للفوز على فريق ألتاي سبور بالأسبوع 23 من الدوري التركي بهدف دون رد. كوكا شارك في تشكيل كونيا سبور الأساسي وسجل كوكا هدف الفوز لفريق كونيا سبور في الدقيقة 68 من ركلة جزاء عشان يرفع رصيده لخمس أهداف مع فريقه الحالي في الموسم الجاري. كوكا اللي عنده 28 سنة وصل بالجول ده لهدفه رقم 100 في الملاعب الأوروبية، هو ثاني الهدافين المصريين المحترفين في الخارج بعد مين يا جماعة؟ أكيد بعد محمد صلاح. أهداف أحمد حسن كوكا المية جاءت كالتالي: سبورتنج براغا البرتغالي 25 هدف، رايو إيفي البرتغالي 32 هدف، أولمبياكوس اليوناني 38 هدف، كونيا سبور التركي 5 أهداف. أحمد حسن كوكا من اللعيبة الرجالة جداً، اللعيبة الرجالة، صحيح ما احترفش في فرق كبرى ولكن لعب في دوريات هي الدوريات الدرجة الأولى في كل الدوريات اللي لعب فيها، يعني ما لعبش في دوري درجة تانية مثلا، لعب في الدوري البرتغالي والدوري اليوناني وتألق جدا، ولعب في الدوري التركي أيضا، متألق في كل الفرق اللي بيلعب بيها، في كل الفرق اللي بيلعب فيها بيسجل أهداف وبيحقق مستويات مميزة. أحمد حسن كوكا اللي ما يعرفش واجه ظروف صعبة جدا في بداية رحلة احترافه في البرتغال. أنا فاكر إن كوكا اول ما راح البرتغال بيته ولع وكان بياخد واخد بيت صغير وكانت حياته مش سهله وكافح جدا عشان يوصل للمرحله دي، فزي ما بنفخر بمحمد صلاح الاسم الاكبر في تاريخ المحترفين المصريين نفخر ايضا باحمد حسن كوكا وكفاحه واصراره على البقاء في الدوريات الاوروبيه. يا رب دايما يا رب دايما موفق، ولاعب رائع ولاعب مميز ولاعب كبير، حظه وحش شويه مع منتخب مصر ولكن هو لاعب نحترمه ونقدره ونتمنى له دايما التوفيق. Do 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 do.